سعد، هل تعلم أنه في شهر نوفمبر الماضي بعد البداية السيئة للمنتخب النيجيري في تصفيات كأس العالم، الاتحاد النيجيري لكرة القدم كان يريد إقالة المدرب بيسيرو من تدريب الفريق، لكنه لم يستطع أو لم يجرؤ على القيام بهذه الخطوة. لماذا؟ لأنه لا يملك المال الكافي من أجل دفع التعويضات، مع أن بيسيرو لا يتقاضى إلا 70,000 دولار شهريا، يعني حوالي 65,000 يورو. لو أقاله الاتحاد النيجيري كان ملزما بدفع كل 6 أشهر التعويضات. لا ندري، لا اليوم قانون الفيفا واضح، توقع 10 سنين ريزيلياسيون يونيلاترال 6 أشهر. 6 أشهر إذا رحت تدرب في جهة أخرى، إذا ما دربتش وبقيت في نفس المنتخب، إلى ما دربتش وبقيت عاطل، أعتقد تقدر تأخذ كامل المستحقات. علينا نتحققوا فقط في العدد القادم، لكن حسب ما أعرفه في قانون الفيفا الجديد تدي جوست سي موا، كي تكون ريزيلياسيون يونيلاترال يعطيوك 6 أشهر فقط. هو شو محمد، في سيرو ما كانش عنده ربما الوقت الكافي لما حكم المنتخب تاع نيجيريا هذا في تصفيات كاس العالم، تلقى صعوبات. 20 مباراة فقط، هذا سي لو 21 ماتش و سي لو 6 فلاكان، دونك كي جا لاكان كلعب 15 مباراة. اسمح لي قاسي نعطيك برك ستاتيستيك، قبل هذه المباراة، قبل المباراة اليوم كان من اصل 20 مباراة كان تقريبا فايز ب 9 مباريات، متعادل في 4 ومنهزم في 7. لما جا الكاس امم افريقيا كان جايب 3 تعادلات 7 هزائم ونحي لي 4 فيكتوار هذو الاخرين اللي حققهم، تقريبا كان جايب 5 انتصارات 3 تعادلات و7 هزائم، كانت عدد الهزائم اكبر من عدد الانتصارات. في تصفيات كاس العالم نعم، وتعادل دو فوا مع منتخبين متواضعين. اليوم هذا المدرب وجد الوصفه مع اللاعبين هذوما، لما يتكلم ميدو على فيرتيكاليتي، لما يكون عندك لاعبين كيما لقمان واوسيمان ولا بد تلعب لا فيرتيكاليتي، هما يحبوا اللعب هذاك. دونك ما تقدرش تعوس على تلعب على العرض الوغ كل اللاعبين تاعك يحبوا الطول. اليوم نقول الاتحاديه النيجيريه ربما كان تحدي خطا لو كان عندها الاموال وسلحت هذا المدرب، لانه تحصل على نقطتين فقط من اصل 6 نقاط في مشوار تصفيات كاس العالم. كاس العالم اوكي، في بعض الاحيان ما تمشيش، وجرح نيجيريا مازال مفتوح، لم يلتئم بعد الخساره او الاقصاء من طرف غانا في التاهل لنهايه كاس العالم 2022. ما كانش هو على راس الفريق هذا المنتخب في لا هو تم تعيينه في ماي 2022، لم يكن هو المدرب. نعم نضم مع الوقت، دوكا مع الوقت اذا جدد العقد ديالو مع المنتخب النيجيري. لا جدد العقد منذ فتره قصيره، ثم كانوا يريدون اقالته. لا هو قال لهم بلي يمشي بعد كاس امم افريقيا. الخبر الاكيد انه اخبر الاتحاد النيجيري بانه مهما كانت النتائج قبل الكان راح يمشي بعد الكان. هل الا تعتقد ميدو انه بعد هذه النتائج الاتحاد النيجيري بعد هذه النتائج فتحوا له ابواب العروض الكبار ايضا، فيه العديد من المنتخبات الافريقيه القويه اليوم، من بينها الجزائر، من بينها المنتخب الجزائري اللي يريد هذا المدرب اليوم. هل سؤال للجميع، اريد اجابه بنعم او لا، ثم اعود لاخذ انطباعاتكم واستقصاء ارائكم، هل يليق بيسيرو بالجزائر، نعم او لا؟ ما نجيبش نجاوبك هكذا محمد، تمتنع؟ نعم أم لا؟ نعم او لا، وبعدين نرجع. لا لا نعم نعم والله ما لا ادري يعني. لا تدري يعني انت لما تحطهم في لجنه اختيار المدرب لا ما نجمش قول لهم لا ادري، لما تدرس السير تقول لهم لا ادري. اليوم السيره تاعو ولا يتكلم يعني اللغه اللي يفهموه اللاعبين، ولا تجيب مدرب وتجيب ترجمان انتربريتي تو ديفيسيل لعب. ومن المؤكد انه يتحدث الانجليزيه، يتحدث الانجليزيه البرتغاليه والاسبانيه ولا يتحدث الفرنسيه. نعم. نجح المدرب مرتبط باي؟ بشكون؟ باللاعبين. اللاعبين واش من اللاعبين بلال؟ اللاعبين لازم يكونوا انجاجي، اللاعبين اللي عندهم الجوده، اللاعبين اللي حابين يكملوا المشوار تاعهم مع المنتخب الوطني. اذا ما كانوش عندك هدايا المدرب ما يقدرش ينجح. لهذه الاسباب ما نجيبش نجاوبك نقول لك ايه ولا لا راح ينجح. هناك امر يجب رفع القبعه لهذا المدرب بيسيرو، الا وهو احتوائه
لمجموعة النجوم التي تشكل المنتخب النيجيري، يعني يظهر بأنه مدرب قوي الشخصية. هناك العديد من النجوم وهناك العديد من التيارات داخل المنتخب النيجيري. نيجيريا فيها العديد من القبليات والعرقيات، ولطالما كانت تحدث انشقاقات داخل منتخب نيجيريا أثناء الدورات إفريقيا. معروف عن محمد بدل القبائل، خاصة نيجيريا. ولكن شوف لونجاجمون تاع اللاعبين، شوف لونجاجمون تاع اللاعبين كما أوسيمان ولا لقمان ولا ذاك، حتى القائد الفارق هذاك، شوف لونجاجمون تاعو في الميدان، عكس بعض اللاعبين اللي ما يحبوش يديروا هذاك اللعب هذاك. نيجيريا في 2019 فقط حنا قصيناهم في دور نصف النهائي. يعني منتخب قوي، منتخب قوي. حتى اللاعبين اللي يمتلكهم في غالبيه سنوات ملي شفا نيجيريا زيتي زافي توجور لي ميور جوار في الكونتينو افريكان. انا اللي نشفى لهم مروح من وقت تجيل طارب بواس 98 كوب دي موند، وقت طارب بواس، وقت فينيدي، وقت كانو وكوشا، هذاك الجيل مشى عديد من السنوات. بعدها جاء جيل وتوسط ميدان نادي تشيلسي، جونو بيميكال، وجونو بيميكال وروح. اليوم راهم في جيل كاس 2013، اليوم راهم في جيل اوسيمان، لوكمان، موزاس، بونيفاس غائب للإصابة. عندهم جيل. نيجيريا بلد كرة قدم حقيقي، 16 نصف نهائي، 8 نهائيات، سي با فاسيل. حنا رانا اليوم من 1900 وخليني نقول لك من 80 ملي ولينا نشاركوا الى غايه الان، عندنا جوست 7 دومي فينال اي 3 فينال. يعني كونت اون كومبار سي ان كومبارابل، واحد يهضر الواقع. ياك حنا ما راناش نستهزاو ونقصوا من قيمه بلادنا، ولكن لما تقارن منتخب نيجيريا وتاريخه في كاس امم افريقيا والمنتخب الوطني وتاريخه في كاس امم افريقيا، صحيح نيجيريا عندها 3 القاب فقط وخسرت، لعبت 7 نهائيات وهذا الثامن، لكن عدد النهائيات مثلا نيجيريا اكبر من عدد مشاركات الجزائر في دور نصف النهائي. هذه حقيقه، ما راناش نتقصوا من قيمه كاس العالم. ايه كاس العالم مشاركه نيجيريا منتخب اسلاف في القاره، هذه لا ينكرها احد. سي با دي نوفو ليهم هما، ولكن حتى نحن لدينا وزن في قاره افريقيا. نعم، ما راناش نتحدثوا بالسوء على الجزائر، لكن لما نقارن الجزائر ونيجيريا في تاريخ المنتخبين في كاس امم افريقيا، احنا فزنا عليهم في النهائي سنه 1990، فازوا علينا في النهائي في 1980. نعم. واليوم هما راهم مشاو للنهائي الثامن، حنا شاهدنا نهائيات، 3 نهائيات و7 دور نصف نهائي، يعني تقريبا للدومي فينال تاعهم الدوبل تاعنا، او الدوبل زيد زوج. عندنا 7 نصف نهائي، عندهم 16. نيجيريا بلد كرة قدم منذ الازل. من قال العكس؟ لا، يعني هذا المدرب لما جا لنيجيريا وراه يحقق في هذه النتائج، سي با دي نوفو. اليوم لو يحبوا يمشيوا، لكن هذا المدرب كان محل المدرب، اسمح لي، هذا المدرب كان محل شك. تعرف انه الاتحاد النيجيري كان يريد اقالته وكان يبحث عن مخرج قانوني من اجل اقاله هذا المدرب، وحتى قبل تجديد عقده في شهر ماي او جوان من السنه الفارطه، الاتحاد النيجيري قال ربما ساعرض استفتاء على الجمهور النيجيري، هل تقبلون أن نمدد له عقده أم أن نطرده من الفريق، لأنه كانت تعالت الكثير من الأصوات المطالبة بترحيل هذا المدرب. وفي الأخير بيسيرو يصل إلى المباراة النهائية وهو على أعتاب ربما إهداء تتويج آخر للمنتخب النيجيري. ونذكر يا بلال بأنه قبل كأس أمم أفريقيا صرح وقال بأن هدفي هو التتويج بكأس أمم أفريقيا، يعني الأمور ليست بالصدفة. رياليست كوا ميم لي دو ماتش اللي دارهم تاع لا كوب دي موند ابري لي دو ماتش اللي واحد في ستادو ايتو وكان خاسر في ستادو ايزون ايغاليزي مع الاخر ايتو من نا توجور نيجيريا توجور يشوفوا باللي الكاس العالم هو اقرب ليهم يعني من كاس افريقيا يعني باش يشاركوا في كاس العالم سي بور سا كانت خيبه يعني لي دو ماتش جاب 2.6 اللي بداو الصحافه يتكلموا منها من مدرب قال لك انا نمشي لكاس افريقيا باش نحقق يعني الكاس هذه وناخذ الكاس هذه سي بيان موتيفي وزاد عطى الدافع اللاعبين تاعو بهذه لا ديكلاراسيون ونشوف اللاعبين كيفاش يتقاتلوا فوق الميدان شفت انا لو كابيتان ديكيب اون اكسيون وين مشاو في الوقت يعني الاضافي وين الا ستوبي لاكسيون دا كارتون الا ستوبي ديريكتومون لاكسيون تاعو باش ما يمشوش يعني جنوب افريقيا اللاعب باش ما يمشيش يروح للامام
ستوبيد دا كارتون تما يفو التكتيك منها ما ينا با. بلال لو سالناك عن رايك في هذا المدرب وهل يصلح لتدريب المنتخب الجزائري، هل يتلائم مع العقليه الجزائريه مع فلسفه الكره الجزائريه، ماذا تقول؟ وين ما عرف عقليته انا، ما عرفش عقليته انا كيفاش ما عرف عقليته ولا ينجم ولا ما ينجمش. كان يظهر بانه مدرب يعني عنده شخصيه متحكم في نجوم المنتخب النيجيري. جميع المدرب يكون في الفريق الوطني، يعني كي تكون في الفريق وفريق وطني ما تختلف، يعني اليوم راك في الفريق يعني تشتغل كل يوم، يعني الفريق الوطني راه عندك لي دات فيفا جو سي با سي راك هنا عايش، يعني مام ولا راك ايترونجي عايش هنا في الجزائر باش تشوف الشامبيون الجزائريان، سينو راك هنا يعني لازم تكون عندك شخصيه قويه باش تشد الفريق الوطني. بيسيرو لازم تكون عندك شخصيه قويه، مدرب يكون عنده شخصيه قويه باش يشد الفريق الوطني.